ولكن كنشكروا هذا ديكوفري ماروك اللي كبرت بينا وجات لنا حتى للسرقه. المهم هذا الميراج جانا هذا حنا كنبغيو نشطو كنبغيو نساو التراث هذا محافظين عليه من شحال هادي يعني عقلنا على جدودنا وعلى شحال من واحد كاين في هذا الشيء هذا حنا كنبغيو نلبسو هذا الشيء هذا عزيز علينا كنعشقوه كنعشقوه هذا الشيء هذا كنبغيو نبدعو فيه كل عام ان شاء الله وكاين اعوام بزاف ان شاء الله نديرو اكثر من هكا. المهم حنا كنكبروا باللي جا كبر بينا. سي محمد كيفاش تحس بهاد العامين هادي اللي دازت ديال القطاع؟ هاد العامين هادي واخا هكاك دازت خايبه. نعم. هاد العامين دازت ناقصه شويه ولكن هاد العام هذا ان شاء الله نصنعوا فرحنا وباقي المزيد ان شاء الله هاد الايامات الاخرين. شكرا سي باقي كاين المزيد. شكرا. الحمد لله حنا في الساكنه ديال مدينه اكادير صافي دابا تقريبا عامين ما شفناش بحال هادشي فيها خاصه في مدينه بزنقه. لان الشرف نشوفوا بحال هاد الاشياء اللي كتعبر على الثقافه الامازيغيه ديالنا اللي عندها جذور كبيره يعني بالنسبه لنا حنا كبرنا معاه الى تحرمنا منه راه بحال خاصنا شي حاجه بعيد كبير يعني جوج لوك ثقافه امازيغيه متجذره خاصه في مدينه اكادير خصوصا انه العالم كامل تيتجه في هذه اللحظات هذه مدينه اكادير تماما خاصه اكادير هي مدينة مغربية معروفة الثقافة عندنا حنا توارثنا من الأجداد ديالنا. الحمد لله أنا بعدا بالنسبة لي يعتبر هذا الشخصية من أحسن الشخصيات اللي كاينة دابا تقريبا من ناحية الديكوراسيون. شكرا. اسمك كريم هشام هشام شكرا. معكم الحسن الزياني رئيس الدورة 16 لمهرجان بيلمون بساحة السيس نيتوبي. هذه الدورة كيف قلت كتجي استثنائية بعد جائحة كورونا وبعد توقف مجموعة من الاحتفالات جات هذه الدورة الاحتفال بالمورد وحنا كغيورين على هذا المورد اللامادي كنحاولوا باش هذا المورد ديالنا ما ينضطر ويمشي لقدام ان شاء الله وبتضافر الجهود يقدر غنوصلوا هذا المورد يكون تراث عالمي ان شاء الله. وبالمناسبة كنوجه تحية لكل من ساهم من قريبين أو من بعيد لجميع المصالح الأمنية وللمجلس البلدي اللي دعمنا ماديا ومعنويا الأخ وكنشكر هذا الجمهور الحاضر بكثافة ساحة تيتوبيه كنشكروهم وكنقول للجميع عيد مبارك سعيد وشكرا. أول حاجة بسم الله الرحمن الرحيم عواشركم مبروكة أنا نعرف لكم نقدم لكم راسي بالمول بودمول اسم ديالي كريم ابن المنطقة ابن التشيرة الجهادية كنحتفلوا كل عام ديال العيد الكبير بهاد المناسبة كنحتفلوا ديما بالمول بودمول اللي هو تراث عرفناه ملي كنا صغار من تزادينا من الأجداد ديالنا من الأصدقاء ديالنا اللي كبروا من العائلات ديالنا كاملين اللي كانوا كبارين علينا في السن فالتراث هذا اكتسبناه جيل على جيل كنحتفلوا به كتكون الأجواء كما شفتوا زوينه كتكون القاعه هنايا ديال كتكون لاصين هنايا كيكون كيجيو الناس من جميع المناطق ديال المغرب من جميع المناطق ديال المغرب. وهذا العام طبيعه الحال راه كما عرفتي نسخه ديال كوفيد راه الجائحه عاشها العالم راه ما وقفت ما نهضروش غير على التراث ديال بوجلود ولا نهضروا بصفه عامه العالم كامل راه وقف ماشي غير التراث ديال بوجلود فطبيعه الحال كنعتبروا ان هذا العام اللي كاين دابا متنفس مره اخرى عاوتاني لينا حنا كجيل ديما صاعد جيل على جيل ونخليو الاجيال ديالنا حتى هي اللي قبل منا وكنحتفلوا به وكما شتي جمهور ديما كيحضر بكثافه كيجيو كما قلت لك من جميع مناطق المغرب وشكرا لك جزيل الشكر.